طب الربع من صوت لبنان مع تحيات ريتا أسعد، ميشيل الصيفي وجوزيف كريم على التنفيذ. نستهل النشرة بالعناوين. إسرائيل تقرر استمرار العملية العسكرية في غزة، وجيشها يعترف بهجمات صاروخية غير مسبوقة من القطاع. التعاون الإسلامي سنتوجه إلى الجمعية العمومية إذا فشل مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته. هدوء حذر على الحدود بين لبنان وإسرائيل، واليونيفيل فتحت تحقيقا في الحوادث الأخيرة على الخط الأزرق. غدا فوضى في المدارس، أساتذة يعتصمون وآخرون في بيوتهم، وفئة تذهب إلى الصفوف. لا تهدئة في غزة، والعملية العسكرية الإسرائيلية مستمرة. في لبنان هدوء الحدود الجنوبية خرقته لليوم الثالث زكزكات الوقفات التضامنية، إلا أن الجيش بالمرصاد لضبط المتفلتين، واليونيفيل فتحت تحقيقا وقائدها على تواصل وتنسيق مباشر مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي لضمان بقاء الوضع مستقرا على الحدود. على جبهة التأليف لا شيء جديدا على الإطلاق، والانسداد سيد الموقف، فيما الأزمة الاقتصادية والمعيشية تستفحل. وفي مسلسل الأزمات، الأسبوع الطالع ينفتح غدا على فوضى في القطاع التربوي بسبب رفض أكثر من 1500 أستاذ العودة إلى التعليم الحضوري. أما على خط الكهرباء فالمولدات ستحذو حذو كهرباء لبنان من حيث البدء بالتقنين. في اليوم الثالث للتحركات التضامنية عند الحدود الجنوبية سجل استنفار إسرائيلي مقابل العباسية في خلال تظاهر للجماعة الإسلامية، بعد إصرار عدد من المتظاهرين على اجتياز النقطة التي حددها الجيش للوقف على الحدود وقيام أحد الأشخاص برمي مفرقعة نارية. وقد أوقف الجيش اللبناني شخصا في العباسة حاول التسلل نحو الجدار الفاصل. وسبق ذلك تنفيذ القوات الإسرائيلية أعمال صيانة للشريط الفاصل والكاميرات التي حطمها المحتجون مقابل كفركلة، وسط استنفار للجيش اللبناني الذي سير دورياته وأحكم طوقه الأمني في المنطقة. اليونيفيل أعلنت فتح تحقيق في الحوادث الأخيرة على طول الخط الأزرق، ووصلت حث الجميع على ضبط النفس، مؤكدة أن جنودها موجودون على الأرض ويعملون بتنسيق وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية لتوفير الأمن في المنطقة منذ بداية التظاهرات وتخفيف حدة التوتر والحيلولة دون تصعيد الوضع أكثر. وأضافت اليونيفيل أن ضباط الارتباط لديها ينسقون مع كلا الجانبين اللبناني والإسرائيلي لتجنب بأي سوء فهم وضمان بقاء الوضع مستقرا، مشيرة إلى أن رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو دالكول على اتصال مباشر مع كل من الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي. تيار المستقبل نظم تجمعا كبيرا عند مدخل مدينة مروحين الجنوبية وسط حضور للجيش والقوات الدولية وقوى الأمن الداخلي. النائبة بهية الحريري وضعت إكليلا من الزهر باسم الرئيس سعد الحريري عند الحدود، مؤكدة التضامن مع غزة وصمود أبنائها. ندين ونجب بأشد العبارات ما يتعرض له أهلنا في غزة من تدمير وقتل واعتداء غاشم، كما ندين كل محاولات الترانسفير الجديدة لأهلنا في فلسطين داخل حدود 48 وفي القدس الشريف وحي الشيخ جراح، وندعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلزام العدو الإسرائيلي بالتوقف الفوري عن هذه الممارسات. يوم دام جديد في الأراضي الفلسطينية، حصيلته حتى الساعة 33 شخصا وعشرات المفقودين لا يزالون تحت أنقاض ثلاثة مبان في شارع الوحدة في قطاع غزة سوتها الغارة الإسرائيلية بالأرض، فيما المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر تجاهل الدعوات الدولية لوقف النار وقرر استمرار العملية العسكرية في غزة. الجيش الإسرائيلي أقر في المقابل بأنه يواجه عددا غير مسبوق من الهجمات الصاروخية التي
تنطلق من غزة. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن 3000 صاروخا أطلقوا من قطاع غزة باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية منذ بداية التصعيد. وبلغت الحصيلة الإجمالية للفلسطينيين منذ بدء العمليات على القطاع 200 قتيلين وفق آخر إحصاء لوزارة الصحة الفلسطينية. اللجنة الدولية للصليب الأحمر دعت مجلس الأمن إلى ممارسة أقصى حد من النفوذ لوقف العنف في غزة، مشيرة إلى أن سكان غزة وإسرائيل يواجهون أشد دوامة من الأعمال العدائية منذ سنوات، والقصف المستمر يعوق مهمة اللجنة لمساعدة المتضررين في القطاع. وفي الضفة الغربية أصيب 21 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي، وأفيد عن استخدام مستوطنين الرصاص الحي في مواجهة متظاهرين فلسطينيين. نادي الأسير الفلسطيني أشار إلى أن إسرائيل اعتقلت 1500 فلسطيني منذ بداية التصعيد في القدس من نيسان الماضي. بالموازاة أعلنت السلطات المصرية فتح معبر رفح استثنائيا اليوم لعلاج الجرحى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية. وعلى وقع سخونة الميدان تسارعت وتيرة الاتصالات توصلا إلى هدنة عسكرية، وناقش المبعوث الأمريكي هادي عمرو محاولة التهدئة مع وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس. وخلافا لما أورده مسؤول إسرائيلي عن أن اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر بحث الاقتراح المصري بهدنة طويلة الأجل، فقد أكد الإعلام الإسرائيلي أن اجتماع الكابينت لم يناقش وقف إطلاق النار مع غزة. البابا فرانسيس دعا إلى وقف القتال في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، ودعا عبر تغريدة على تويتر للصلاة بلا انقطاع لكي يجد الإسرائيليون والفلسطينيون درب الحوار والمغفرة، وقال: لنصلي من أجل الضحايا وخاصة من أجل الأطفال، لنصلي من أجل السلام. مجلس الأمن الدولي يعقد في هذه الأثناء جلسة طارئة عبر تقنية الفيديو. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وصف الوضع في غزة بأنه مروع، وحذر من أن دائرة العنف تقوض آمال السلام، داعيا الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى وقف العمليات العسكرية. السفيرة الأمريكية في مجلس الأمن قالت إن للإسرائيليين والفلسطينيين الحق في العيش بسلام. وزير خارجية السعودية أعلن أن المملكة ترفض رفضا قاطعا الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. طالب المملكة في ذات الصدد المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف العمليات العسكرية فورا، وإدخال المساعدات وعلاج الجرحى، والعمل على إحياء المفاوضات المبنية على التمسك بالسلام على أساس حل الدولتين وفقا للمرجعات الدولية ومبادرة السلام العربية. كما تدعم المملكة جميع الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار بما في ذلك جهود الدولتين الشقيقين جمهورية مصر العربية والمملكة الهاشمية، وكنا ولا زلنا دعاة سلام، وقد أكد على ذلك خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله. موقف وزير الخارجية السعودي جاء في خلال افتتاحه اجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي التي دانت في بيانها الختامي الاعتداءات الوحشية التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين، وطالبت بوضع حد لجميع الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل وخصوصا في مدينة القدس. وحملت منظمة التعاون الإسلامي إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع، مؤكدة أن فشل مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته في معالجة الأزمة سيحتم التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا طارئا الثلاثاء المقبل لمناقشة التطورات في الأراضي الفلسطينية. بعد الرسالة الرئاسية لماكرون، من وصل إلى باريس؟ بعد الفاصل. حكاية الانتشار، حكاية لبنان الآخر، حكاية اللبنانيين في أوطانهم الجديدة. كارول شمعون جيم حفيدة الرئيس كميل نمر شمعون تعمل على إطلاق مؤسسته في الخارج، وتتحدث من فرنسا عن طموح وشجاعة أبناء الجالية اللبنانية. هالجالية أبضاي لأنه كلهم إجوا وكلهم نجحوا.
كلهم اليوم عم بيساعدوا عيالهم هونيك. اللبناني بيجي لبرا ما بيخاف من الشغل، ما بيستحي شو ما كانت الوظيفة بياخدها. والشركات اللي بيوظفوا اللبنانية بيكونوا كتير مبسوطين عن يكون عندهم اللبنانية لأنه عقد الحملة. حكاية الانتشار الثلاثاء بعد موجز الواحدة والربع مع جوزيفين أبي غصن عبر صوت لبنان. أين الحركة النقابية من أكبر أزمة اجتماعية تشهدها البلاد؟ ومتى ستتحرر من هيمنة السلطة وتواجه الأخطبوط التجويعية؟ نقطع السطر يفتح الملف مع رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، ومداخلة لرئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس ومعنيين الاثنين بعد نشرة أخبار الثامنة والربع مع نوالي شعبود عبر صوت لبنان. نقطع عصر لأنه دايما في أمل ودايما في حل. 2030 منصة للتغيير. 2030 تنين 10 إلى ربع المساء مع ألبير كوستانيا عبر الـ LBCI وينقل مباشرة عبر إذاعة صوت لبنان. غدات الرئاسة أو الرسالة الرئاسية التي سلمت إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون توجه النائب سيمو أبي رميا بصفته رئيسا للجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية الفرنسية إلى باريس، حيث يعقد اجتماعات مع المسؤولين الدبلوماسيين وأعضاء في مجلسي النواب والشيوخ بهدف البحث في الملف اللبناني ونتائج زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت. الأوضاع العامة وآخر التطورات في لبنان والمنطقة بحثها رئيس مجلس النواب نبيه بري في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية في إيران محمد باقر قليباف. البطريرك الماروني الكاردينال بشار الراعي طالب المسؤولين بتحريك مفاوضات تأليف الحكومة، وشدد في عظة قداسة الأحد على أن الجمود السائد مرفوض وبات يشكل جريمة بحق الوطن والشعب، وحذر البطريرك من تعريض لبنان لحروب جديدة، مؤكدا أن لبنان ليس منصة صواريخ. ندعو السلطات اللبنانية إلى ضبط الحدود اللبنانية الإسرائيلية ومنع استخدام الأراضي اللبنانية منصة لإطلاق الصواريخ. ليس الشعب اللبناني مستعدا لأن يدمر بلاده مرة أخرى أكثر مما هي مدمرة. لا نقبل بتاتا المس باحتياطي المصرف المركزي لكي لا تطير ودائع المواطنين. لا نقبل بتاتا أن يستمر الفساد في أسواق الطاقة والكهرباء ويدخل لبنان عصر العتمة. إن بعض المسؤولين عن تأليف الحكومة يتركون شعورا بأنهم ليسوا على عجلة من أمرهم، وكأنهم ينتظرون تطورات إقليمية ودولية، فيما الحل هو في اللقاء. متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودة اعتبر في عظات الأحد أن منطقتنا تغلي وزعماءنا لا يفكرون إلا بمصالحهم ومستقبلهم ومكتسباتهم، وأضاف: معيب ومخجل أن يكون بلدنا في هذا الوضع المزري ولا نشهد خطوة إنقاذية واحدة، مشددا على أنه أمام تعاظم المخاطر على الوطن لابد من تنازلات من قبل المسؤولين، فالحكومة المستقلة عاجزة عن وقف الانهيار أو إدارته، ولم نشهد منذ أشهر إرادة حقيقية لتأليف حكومة تحاول اتخاذ إجراءات سريعة تضع البلد على طريق الإنقاذ. النائب المستقيل مروان حميدي لفت في حديث نيكواليس الأحد من صوت لبنان إلى أن فرنسا نالت إجماعا دوليا لمواصلة مبادرتها بقيام حكومة مهمة توقف الانهيار، واعتبر حميدي أن التحركات على الحدود فولكلورية وتظهر أن حزب الله ليس مستعجلا في التفريط بأوراقه، ولبنان أصبح رهينة قرار يأتي من طهران. من الفظاعة أنه نحن عم نفقر مثل غزة. الشعب اللبناني اللي كان زينة هالمنطقة، خدمات صحية رح تصير أسوأ بكرة من تصير غزة هلأ، تتقدر تشيل جريح متكلة على سيارات إسعاف مصر، تجيب كهرباء متكلة على مولدات إسرائيل،
نحن كنا متكلين على تركيا بس عم ندفع بعد إلى أن توقفنا، وبكرة الأتراك مش بس ما بيردوا على الحجز، بيجوا بياخدوا البواخر. كله عم بينعمل بلبنان بدون حساب ربح وخسارة، كله خسارة. عم نفقر البلد، عم نحوله لترساني، بس مش ترساني لصالحنا. هيدا الكلام انه مندافع عن حدودنا ومندافع عن مياهنا، هيدا تبين بكلمة من بشار الأسد انه مزارع شبعة مش لبنانية. وحسن معاد حدا حكي كلمة من اهل الممانعة اللي هلكونا 20 سنة حتى ما نطبق 425 ونمد الخط الأزرق لمزارع شبعة. وقضية المياه، صرنا بين ترسيم سطح المائي وخزعبلات جبران باسيل انه بيعمل شراكة تحت المي بين الشركات بدون ما نعرف خزان الغاز لمين. كل هذه الامور تبين انه في خطة مبيتة بس عم بينفذوها لبنانيين يجب ألعن من الحكم بأسرع وقت ممكن. المفتي الجعفري الممتاز شيخ أحمد قبلان رأى أن لبنان ضمن منطقة عاصفة يختلط فيها الخط الأزرق بالخط الأخضر وسط محور دولي لدود يعيش على الدمار والنار وقتل الأبرياء، مما يفترض شد الأحزمة لبنانيا وأعلان نفير سياسي لتشكل حكومة طوارئ بهدف حماية البلد وتعزيز قدرة الدولة على التقاط الأنفاس وحماية السلم الأهلي. يدخل لبنان خلال أيام مرحلة جديدة من أزمة الكهرباء تتمثل في زيادة ساعات تقنين التغذية في المولدات بسبب ارتفاع كلفة الصيانة وأزمة المازوت، ما سيضع المواطن أمام ارتفاع فاتورة المولدات من جهة والمعاناة من ساعات طويلة للقطاع التيار. النائب ياسين جابر أكد أن الأولوية لتشكيل حكومة والمطلوب بسرعة استفاقة ضمير حتى لا ينحدر الوضع في لبنان أكثر. وعن ملف الكهرباء قال جابر: نعمل مثل زحمة بالأقضية اللي الباقية، يعني نجيب موتورات 40 ميجا و 60 ميجا وهدول استأجرتهم كهرباء، شو عملت كهرباء زحمة؟ راحوا استأجروا مولدات كبيرة بدل ما أنا أقعد على مولد 300 كافئة أو 500 كافئة وكلفته عالية وكذا، بجيب مولدات حطها بالمناطق وبدخلها على الشبكة وبصير أنا بعطي، يعني إذا مش قادر وصل كهرباء من المدرات أو فيش عندي خطوط نقل كافي أو كذا، هذا على المدى القصير. وبنفس الوقت بقى بتصارب مع شركات كبيرة تقابل محطات بأوتيل، بس إنه كمان إنه ما بدك عقلي يفكر. طب ما اليوم البلد مشلول والبلد بحالة غيبوبة لأنه يعني ما حدا مفكر إنه مش ممكن بلد بهيك أزمة يعيش بدون سلطة قرار، سلطة القرار هي لدى الحكومة. ومع استمرار تدني الأجور دعت رابطة موظفي الإدارة العامة إلى إضراب تحذيري ليومين اعتبارا من الثلاثاء المقبل للمطالبة بتصحيح الأجور وتقليص دوام العمل بما يتناسب مع الراتب الحالي وقيمته الشرائية التي انخفضت أكثر من 80%. وحذرت الرابطة من أنها ستلجأ إلى الإضراب المفتوح في حال تم تجاهل مطالبها. العودة إلى التعليم الحضوري اعتبارا من الغد بحسب قرار وزير التربية، وأكثر من 1500 أستاذ في التعليم الثانوي يرفضون القرار. إشكالية العودة إلى التعليم في تقرير لمروان الأدو: على وقع استمرار جائحة كورونا تشهد العودة إلى المدارس إشكاليات كبيرة في القطاعين العام والخاص. فمن ناحية القطاع العام هناك ضرورة للالتزام بقرارات وزارة التربية، ولكن هناك إشكاليات وعوائق لوجستية كبيرة. أما في القطاع الخاص فإن المشكلة أكبر، كما أكد نقيب الأساتذة في التعليم الخاص رودولف عبود الذي شدد على ضرورة إنهاء العام الدراسي وتحضير الطلاب للامتحانات الرسمية حضوريا، ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار هواجس الأساتذة ومطالبهم. العودة للتعليم الحضوري عودة ضرورية، ولكن مفروض تكون مثل ما اتفقنا بوزارة التربية آمنة. في كتير من الزملاء حصلوا على اللقاح، في كتير مسجنين، وفي كتير ما بدهم اللقاح. الأهم كمان أنه ننهي العام الدراسي ونحضر طلابنا تلاميذنا للامتحانات الرسمية يلي رح تحصل. بضل في عنا كمان المشكلة الكبيرة يلي هي عدم حصولنا على رواتبنا بكتير من المدارس الخاصة، وكانت النقابة عم بتطالب بشكل مستمر اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ووزارة التربية انه تأمن هالرواتب للمعلمات والمعلمين، لانه كمان مش منطقي نطلب منه يجوا على المدرسة بظل هالغلا وعدم توفر البنزين وغيره، كمان هن مش عم يحصلوا على رواتبهم.
إذن هيدي شغلة ضرورية ونحن مبلغين وإنه الزملاء يلي ما عم يحصلوا يلي بدهم يتوقفوا عن التعليم إن كان عن بعد أو التعليم الحضوري النقابة مستمرة بدعمهم من خلال رسالة من خلال جواب النقابة يلي عطول بيكون جواب إيجابي نحن معهم بكل الأحوال. إنما تينتهي العام الدراسي لازم كمان نتأكد أنه طلابنا جاهزين للامتحانات الرسمية والتأكيد بيكون من خلال التفاعل المباشر معهم بالتعليم الحضوري. ستبقى التباينات قائمة بين وزارة التربية والتعليم العالي والمدارس الخاصة والرسمية والهيئات التعليمية ولجان وروابط أهل الطلاب طالما هناك سلطة لا تولي أولوية لشيء أبدا، وكيف لو كان هذا الشيء التعليم ومستقبل طلابها. مروان الدوم، صوت لبنان. بالموازاة أعلن 1515 أستاذ في التعليم الثانوي الرسمي رفضهم العودة إلى التدريس واستنكروا انفصال رابطة أساتذة التعليم الثانوي عن معاناة الأساتذة وتداعوا إلى الاعتصام عند الثانية من بعد ظهر غد أمام مبنى وزارة التربية القريب من مقر الرابطة كتعبير عن رفضهم العودة غير الآمنة إلى التعليم الحضوري. تفقدت نائبة وزير الخارجية الإيطالي مارينا سيريني محطة تكرير مياه الصرف الصحي في زحلة لمناسبة اختتام أعمال المشروع الممول من إيطاليا وإطلاق مرحلة التسليم إلى السلطات اللبنانية. المسؤولة الإيطالية أوضحت أنه بسبب الأزمة المالية التي ضربت البلاد ميزانية الدولة اللبنانية لا تسمح بتمويل عملية تشغيل المحطة وإدارتها من قبل مؤسسات مياه البقاع، وإيطاليا لن تتخلى عن لبنان في هذا المنعطف الحرج وستواصل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إطالة فترة التشغيل الانتقالية للاستمرار في تشغيل المحطة ومعالجة مياه الصرف الصحي. قبل أن نفتح صفحة الأخبار الدولية نعود إلى الميدانيات في الأراضي الفلسطينية، فقد أفيد عن عملية دهس في حي الشيخ جراح أدت إلى إصابة 4 من عناصر الشرطة الإسرائيلية، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 2 من المصابين في عملية الدهس حالتهما تتراوح بين المتوسطة والخطيرة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث على ما يبدو عن الحملة العسكرية المستمرة في غزة وقال إنها ستستغرق وقتا، أضاف لدينا دعم كبير من الولايات المتحدة ونتمتع بدعم دولي للدفاع عن إسرائيل كما قال. بالانتقال إلى التحركات التضامنية مع الفلسطينيين في الأردن، تحدثت المعلومات عن تظاهرات حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمان للتنديد بالعدوان على غزة. بعد تركيا العراق يعتزم التفاوض لشراء منظومة الصواريخ الدفاعية الروسية S-400، وذكرت المعلومات أن واشنطن هددت بفرض عقوبات على بغداد في حال إتمام الصفقة. أحبطت السلطات السعودية في ميناء جدة محاولة تهريب 2,312,000 حبة من الكبتاجون كانت مخبأة داخل شاحنة براد، وأعلنت السلطات السعودية ضبط من كانوا سيستقبلون هذه الشحنة وعددهم 4 أجانب. سجلت الهند زيادة أقل في عدد الإصابات اليومية بكوفيد 19 اليوم الثالث على التوالي، لكن عدد الوفيات خلال 24 ساعة كان أعلى من 4000 حالة، مما رفع عدد الوفيات في البلاد إلى 270,000. وفي أول اعتراف رسمي أكرت السلطات الهندية بأن جثث ضحايا الفيروس يتم إلقاؤها في بعض الأنهر عزية السبب إلى الفقر والخوف من المرض في القرى. وفي تحد جديد أعلنت الإمارات أنها ستبدأ بإنتاج حياة فاكس، وهو أول لقاح مضاد لكورونا في الوطن العربي، وسيصار إلى إنتاجه بالتعاون بين شركة إماراتية في أبوظبي وشركة سينوفارم الصينية. إلى صفحة الأحوال الجوية. طقس ربيعي اعتيادي غدا مع استقرار بالحرارة التي تتراوح بين 19 و26 درجة. كان
في النشرة، إسرائيل تقرر استمرار العملية العسكرية في غزة وجيشها يعترف بهجمات صاروخية غير مسبوقة من القطاع. منظمة التعاون الإسلامي سنتوجه إلى الجمعية العمومية إذا فشل مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته. هدوء حذر على الحدود الجنوبية، واليونيفيل فتحت تحقيقا في الحوادث الأخيرة على الخط الأزرق. غدا فوضى في المدارس، أساتذة يعتصمون وآخرون في بيوتهم وفئة تذهب إلى الصفوف. النشرة انتهت، شكرا للمتابعة.